هل ممكن نشيل المية البيضة بدون جراحة؟ أنا بصراحة مش هجاوب على السؤال ده بصورة دايركت، أنا الأول عايز أتكلم كلام علمي، خلاص؟ الكلام العلمي إن إحنا مفيش أي طريقة نقدر نشيل بيها حاجة من داخل العين من غير تدخل جراحي. ولكن في فرق بين التدخل الجراحي اللي هو إيه؟ اللي هو فيه بفتح فتحة كبيرة جدا في القرنية أشيل منها المية البيضة وأخد غرز مكانها، ده تدخل جراحي ميجور، عملت عملية كبيرة قوي عشان خاطر أخرج العدسة المعتمة من داخل العين وأحط مكانها عدسة إيه؟ عدسة تانية. دي هي طريقة إزالة المياه البيضاء بالطريقة الجراحية المتعارف عليها إيه؟ زمان. حديثا دلوقتي إحنا بنشيل المياه البيضاء بتدخل أيضا، ولكن ما بيقدرش نسميه تدخل جراحي كبير أو ميجور. ليه؟ لأن إحنا هنعمل هنا حاجة اسمها مايكرو انسيجن، ثقب دقيق جدا بجانب القرنية. الثقب دوت هقدر منه أخش افتت محتويات العدسه اما بالايه بالفيكو ايمالسيفيكيشن اللي هو الموجات فوق الصوتيه، او بالفيمتو ليزر اللي هي في حالات الفيمتو كاتاركت، واشفط المحتويات بتاعه العدسه دي من نفس الايه الثقب دوت، وازرع عدسه دقيقه لينه من نفس الثقب دوت تخش تفرد نفسها داخل محفظه العدسه، ومن غير اي احتياج ان انا اخد غرز في الثقب ده، لان الثقب ده احنا بنقول عليه كده بالانجلش بيقول عليه سيلف سيلد، ثقب يقفل على نفسه، مش محتاج ان انا ايه مش محتاج ان انا اقفله باي غرز. دي الطريقة اللي احنا بنقول عليها إزالة مياه بيضاء بطريقة غير جراحية، إيه عشان خاطر نميزها عن الطريقة الجراحية القديمة. ده كده باختصار شديد وبكلام علمي وبدقيق.